طيب ابو مصعب برضه ما شبعنا من كلامك، انا ودي اسالك قبل ننتقل لنجومنا الغالين سلام. عن المعجزات اللي صارت بمعركه بدر، ودي تكلمني عن المعجزات اللي صارت بالمعركه. والله حدوث بدر وغزوه بدر حصلت ووقعت فيها معجزات كثيره. نعم. انا بذكر لك الاشياء اللي الله عز وجل ارسال المطر. المكان انا قلت مكان قريب، يعني المشركين كانوا في رمل، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يقول لما سأل صاحب السقاية قريش كم القوم؟ قال والله لا أعلم يا رسول الله. فقال كم من حرون؟ قال يوما عشر ويوم تسع. قال القوم ما بين 900 والـ1000. طيب المكان اللي هم فيه كثيب، سفح جبل الجبل الأحمر عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي العدوى القصوى، الله عز وجل أرسل عليهم مطر شديد. نعم. لأن الرمل إذا جاه المطر اللي على هذا البسيط يثبته يصبح أكثر عزة وقوة، يتعزز الأرض تعزز. فالله أرسل لهم مطر مع رياح شديدة 500 متر، المسلمين أرسل لهم طشا من مطر. هذه إحدى المعجزات. المعجزة الثانية نزول الملائكة من أكبر المعجزات. المعجزة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفناء من الرمل ورمى به المشركين، وقال الله عز وجل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فما من رجل من قريش إلا وذهبت في عينيه من رمية النبي صلى الله عليه وسلم. الله وقال شاهت الوجوه. في معجزات وقعت للبشر، حارثة كان معاذ كان ممن يريد قتل أبو جهل، فضربوا عكرمة بن أبي جهل أسقط يده، قطع يد باقي الجلد بس ماسك اليد، فكان يقاتل فثقلت عليها اليد هذا، ثقلت عليه. شوف الشجاعة والقوة. ثقلت عليها اليد، ما هو آخذ راحته في القتال، فامتطى عليها وطع على يده وسحب عشان ينزعها. الله أكبر، والله رجال. أي والله رجال. فنزعها من أجل أن يقاتل ولا تشغل هذه اليد المقطوعة. المقطوعة اللي ما لها أي يعني عنده ما يستطيع يمسك بها خلاص، فقط في الجلد. لا إله إلا الله. أحد النبي صلى الله عليه وسلم جاه عكاشة وقال نبي الله أن سيفي انكسر، فأعطاه جذلا من حطب، جذل من حطب، فهز فإذا هو سيف أصلت متين قوي، قاتل فيه سنوات وهو جذل من حطب. سبحان الله. المعجزة الثانية كذلك عرجون، وهذا الصحابي اسمه سلمة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وانكسر سيف، انكسر وتقطع وليس معه سيف، فجاء النبي قال ما معي سيف القاتل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجون، والعرجون هو اللي يحمل إيش الثمر، التمر عرجون، والعرجون ما نقول له إلا صار يابس. فهز وإذا به سيف أصلت قاتل فيه إلى حروب الردة. سبحان الله. هذه كلها معجزات. أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب بمغفر فنزلت عينه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينه فرجعت. هذه كلها في غزوة بدر معجزات بشرية ومعجزات إلهية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوها عيانا بيانا الصحابة. عمر بن الخطاب يقول ما أحد من المشركين يعني جاوز مكانه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال هنا مصرع أبو جهل، هنا مصرع عتبة، هنا كلهم ماتوا في المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينطق عن الهوى. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. الله يجزاك خير يا مصعب على هالكلام، وبرضه إن شاء الله راجعين.